كم ألف الحين يحضرون وعبر الفضايا يسمعوني، صراحة ما أبي أفوت الفرصة هذه. يلا يا إخوان كلنا مع بعض، سبحان الله العظيم وبحمده، إنو نخلة بالجنة، قولوا سبحان الله العظيم وبحمده. شوف كم حصلت أنا من نخل الحين، صح ولا لا؟ أسأل الله القبول. ترى الدعوة سهلة والأمر بسيط، ولا يفوتنك الأجر، الأجر يروح. لكن أين الشاب اللي يحرص من الآن أن يغتنم هذه الأجور؟ يا أخوان ترى في ناس ضايعة والله، أنتم ما شاء الله عليكم شباب صالحين، اللي ترك البيت، الملاعب، مباريات أنا أعرف، اللي ترك المسلسلات، اللي ترك الشهوات، اللي ترك كل شيء وجاي يحضر خيمة، يحضر إلى محاضرة، أنت رجل متدين، أنت إنسان صالح، أنت ما فعلت هذا الفعل إلا لأنك تحب الله. أنت مو أي إنسان في الأرض اليوم، تعرف كم في الأرض اليوم ناس تحتاج مثلك، يبون كلمة طيبة منك، يبون دليهم على هذا الطريق. وينك؟ انقذهم، الناس تسقط في الحفر، وين الذي يمد إليهم الحبال ويخرجهم؟ وين؟ أين الذي ينقذ البشرية؟ أنا قبل كم شهر جلست في مجلس، اتصلوا علي الإخوان قالوا لي في ثلاث أشخاص لأول مرة طبعا بحياتي أجلس معاهم يعبدون الشيطان، عبدة شيطان حقيقيين، عبدة الشيطان أغلبهم تمثيل، يتشبه الإنسان بعبدة الشيطان، هذه مشكلة. لكن لأول مرة أجلس مع ثلاثة والعياذ بالله يعبدون الشيطان حقيقة، للحين حتى في التلفزيون ما سويت شيء ولا عرفتهم ولا، ما توقعت الإنسان يوصل فيه إلى هذا الدرك. طبعا اللقاء صار في مكان ما راح أقول لكم وين وشنو الاحتياطات وشنو المراقبة للمكان قبل ما نجي، مو مني منهم، اتضح انهم ثلاثة بنت ولدين، والبنت هي يعني الزعيمة والشابين تبع لهذه البنت. المهم نعم تفضلوا، في النهاية هم اللي يبوني مو انا اللي طالبهم اصلا، هم يجلسون وياي يبون يقنعوني يبون يجادلوني ما شاء الله عليهم. طبعا انا ما اخفيكم حقيقة انني كنت مصدوم ان هذا الامر حقيقة والله. يا اخوان في عقل يوصل الى ان يعبد ابليس؟ كنا نقرأ الآية ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ونفسرها شنو؟ من عبد صنما عبد الشيطان، من عبد شجرة عبد الشيطان، من عبد غير الله عبد الشيطان. لكن ما كنا نفسرها على أن في ناس تعبد الشيطان مباشرة، يمكن ما صارت حتى في الأمم السابقة. جلسنا طبعا أخذت البنت تفهمني شنو أهما، وأن أهما ناس منظمين، إي والله منظمين اطلعوا، والتنظيم عالمي. أنا ليش أقول لك؟ لأن من باب عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. أول شيء تعرف الشر وتحمد ربك على النعمة اللي أنت فيها، تعرف أنك بس فقط تسجد لله، هذه أكبر نعمة اليوم في الأرض، أنك دليت القبلة وعرفت التوحيد وهداك الله للإسلام. والله لو كل شوي تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ما وفيت حق الله. المهم جلست وياها مع الشباب تقريبا ساعة كاملة، وورتني يعني حتى الوسام اللي أعطيت إياه، قالت لي حنا ثمان مراحل ها منظمين، يسمونهم الجوثيك، بعض الشباب يمكن سمع بالكلمة هذه، أربع مراحل جوثيك، بعدين أربع مراحل سيتانيك. طبعا ما في المراحل السيتانيك هذه، يمكن ما في أحد في العالم العربي إلا معدودين بالأصابع. المرحلة الأولى، المرحلة الثانية قلة في العالم، الثالثة ينعدون على الأصابع في الدنيا كلها، المرحلة الأخيرة ما في إلا شخص واحد في العالم. المرحلة الرابعة في السيتانيك، طبعا هذا
هو اتصال مباشر بإبليس والعياذ بالله. تقول لي شيخ فيلم هذا؟ والله مو فيلم. وشفت الوسام وراتني إياه، وسام في شكل شيطان وعليه صلبان وعليه طبعا شكله قديم حتى منحوت نحت، ما هو ذهب وكذا، لا لا شكله من نحاس أو حديد أو كذا ومنحوت وشكله مخيف. حتى يوم شفته بغيت قطة حتى يعني أوريها أنه ولا شيء. كلمة الله ما ترضى أقولها، وأنا تعمدت في الجلسة الحمد لله أن كذا وبسم الله وكل شوية وآخر شيء آخر شيء قلت لها صراحة قبل ما أمشي أنا بطلب طلب، تفضل. قلت لها أبي أقرأ آيات وأمشي. قلت ليش؟ قلت لها بس بقرأ قرآن، يعني شنو؟ أنت عرفت اللي عندك، أنا بعرض اللي عندي. فقرأت بعض آيات وحسيتها جدا كانت متضايقة، مشيت ولا طلبت منها شيء. بعد فترة أرسلت لي رسالة، طبعا هي بالرسالة ما في شيء اسمه الله، يعني صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أو السلام عليك، الكلمات ما في ما في والعياذ بالله، ما تعترف بالله حتى. حتى كانت تقول لي اللي ينعم علينا واللي حافظنا هو الشيطان، لولا الشيطان ما صار كذا وكذا. يا أخوان وصل الحال ببني آدم لهذا المستوى. ألم أعهد إليكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مرت الأيام ومرة أرسلت لي صورة، قالت إحنا عندنا حفلة الحين، أبي أوريك صورة إيش قاعدين نسوي في الحفل. حفل وعبدة شيطان، شو صاير الحفلة هذه؟ يعني حفلة أظن كانت برأس السنة الميلادية. أرسلت لي يعني آسف على الكلام، كل واحد شاق إيده وكل واحد يلحس دم الثاني يمصه. تخيلتوا؟ والله يا أخوان مو فيلم، حقيقة هذا. طبعا شباب وبنات كم أعمارهم؟ بالعشرينات، أوائل العشرينات، صغار يعني مساكين، وين أهاليهم؟ ترى أكثرهم ما يدرون. واحدة مرة راسلتني من جماعة الإيمو، الإيمو بروحه هذا المشكلة ثانية بعد، هذا العالم بروحه، الإيمو يسبون عبدة الشيطان وعبدة الشيطان يسبون الإيمو، هذول يقولون لستم على شيء، وهؤلاء يقولون لهؤلاء لستم على شيء، وكلهم يدعون أن حنا الأصل وأنتم لا شيء، والنهاية متشابهينهم. المهم مرت الأيام مع هذه عبدة الشيطان، إلى أن يوم من الأيام سألتني شيخ أنا عندي سؤال، ما تقول لي شيخ، يعني أنا عندي سؤال ضروري. قلت لها أنا آسف رايح التلفزيون وبرنامج ما أقدر أرد. فأرسلت لي رسالة قالت لي الله يحفظك، لأول مرة في رسالتها وفي كلامها تذكر اسم الله عز وجل، قالت لي الله يحفظك. فوقفت حتى ما دشيت البرنامج، قلت لها قلتي الله يحفظك تقصدينها؟ قالت نعم أقصدها. في قلبها ترى هي تؤمن بالله، في قلب أي ملحد ترى يعرف الله، وهذول الشباب اللي مسوين نفسهم عبدة شيطان وإيمو ترى مساكين، والله مساكين، هذول بس لو الواحد يأخذ بإيدهم يصلي بالصف الأول ويبكي. والله هذه الآن اللي هي تقريبا تعتبر زعيمة من زعماء الخليج في عبدة الشيطان، يمكن الأولى في الخليج كله، الآن بدأت تذكر الله جل وعلا.
وبشرتني بعد فترة بأن الله عز وجل هداها للحجاب. تقول لي شيخ ليش ما تطلعها؟ لا لا لا، أنا بيها لنفسها، أنا بيها الله يهديها لنفسها، الله يثبتها لنفسها، بعدين إذا هي أرادت أن تدعو غيرها إلى الله جل وعلا كيفها؟ أنا ما بيستغلها للإعلام أو استغلها عشان بكرة لعلها ترجع وتنتكس مرة أخرى، لا، إذا الله ثبتها وأرادت أن تنصح غيرها فحياها الله. أنا كان بالإمكان من أول يوم قالت لي أنا أعبد الشيطان أقول لها يا كافر اطلعي برا، كنت أقدر ترى، لكن أنا عندي نفس إن حتى هذه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا ليش أعامل الناس بأسلوب رب ينفرون مني يوم من الأيام؟ الله أمر أفضل البشر يذهب إلى أسوأ البشر في ذلك الزمان، فقال لموسى عليه السلام وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الناس أنا أؤمن أن فيها خير، مهما بلغ الإنسان ربما في الضلال، ربما مهما بلغ الإنسان في الفسق والفجور قد تأتيه لحظات وينكسر ويرجع إلى ربه جل وعلا، بل حتى غير المسلم. أنا أذكر يوم من الأيام كنت في أحد الدول الأوروبية، بريطانيا عفوا، بريطانيا، كنت أسوي محاضرة، وفي المحاضرة كان في رجل بريطاني جالس متسند على الطوفة في المسجد، في المسجد، وطول المحاضرة كل ما أقرأ آية يبكي، كل ما أقرأ آية يبكي 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 بكاء وينتحب. بعدين بعد المحاضرة سألت الشباب قلت له ما شاء الله عليه متأثر، قالوا لي شيخ هذا ما يفهم ولا كلمة باللغة العربية ولا كلمة فاهم، بس شلون قاعد يبكي؟ يقول هو يدري أن هذا القرآن يتأثر ويبكي، ما يفهم لكن يتأثر ويبكي. شنو قصته؟ كان يقولون للتو أسلم، توه مسلم، دخل في الإسلام الحين، بل الحين يبي يعلن إسلامه أمام الناس، فقام أمام الجماهير وأشهر إسلامه. يا أخوان يبكي، هذا توه أسلم، شنو القلب هذا؟ وتجد بعض المسلمين لا 20 سنة في الإسلام للحين ما دمعت عينه. طيب ليه متى؟ ألم يأني للذين آمنوا تخشع قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول ابن مسعود 4 سنوات أسلمنا، ما هي إلا 4 سنوات، فأنزل الله هذه الآية. إلى متى؟ أنا يوم من الأيام كنت في نادي الصم، تعرفون نادي الصم البكم اللي يولد، وهذه معلومة، اللي يولد ما يسمع لن يتكلم، ولهذا السمع من أهم الأعضاء أو الحواس، من أهم الحواس السمع، لأنك لو فقدت السمع من الولادة ما راح تتكلم، لأن شلون تتكلم؟ الكلام تقليد لصوت تسمعه وتقلده، طيب شو راح تتكلم؟ ولهذا اللي تشوفونهم نادي الصم يسمونه نادي الصم والبكم، لأنه هو ما في عيب بلسانه، لكن المسكين فقد الكلام لأنه ما يسمع أصلا. شنو لغة التواصل عند الصم والبكم؟ أي لغة؟ الإشارة، الإشارة، صح ولا لا؟ هذه الإشارة عند مجموعة ترى تقدر بالملايين اليوم في الأرض، ما في عيب، تلقى جالس ما شاء الله عليه في المجلس كشخة وقترة وعقال وجالس ويمكن يعني رزة بين الناس، تتفاجأ أنه ما يسمع ولا يتكلم. هذه الفئة اليوم قبل ما أقول لكم السالفة محرومة اليوم من الاندماج في المجتمع، صح؟ ما يقعدون ويانا، قليل ما تشوف واحد من الصم والبكم عندهم نادي خاص بروحهم مع بعض، ديوانية خاصة. مرة دخلنا بمخيم
حنا نزور مخيمات في البر نستأذن اللي يدخلونا ندخل. هذا قبل 10 سنين وخمسة عشر سنة نسيت. دخلنا مخيم إخوان حنا جايين عندكم، دخلونا ضيفونا صبونا قهوة شاي، وأنا وياي اثنين من الشباب حنا ثلاثة. كان أقول حق اللي جنبي جالسين مخيم ناس تقريبا 50 واحد يطالعونا يبتسمون. قلت له ما تلاحظ؟ قال شنو؟ قلت له ولا واحد فيهم رحب فينا، ولا واحد فيهم على الأقل قال مساكم الله بالخير، على الأقل قال حياكم الله، لا ولا كلمة. قال لي والله الله يستر، احنا كنا خايفين في البر بعد والناس يشوفونا ولا واحد فيهم تكلم. فجاء واحد جنبي يتكلم بصعوبة، هذا أحسنهم، هذا مسؤولهم، ويسمع بصعوبة ولسانه ثقيل. قال لي شيخ جزاك الله خير ترى فرحانين، لكن كلهم لا يسمعون ولا يتكلمون. بعدها صارت بيني وبينهم علاقة، ورحت لهم النادي، وفي النادي حضروا 100 و150 واحد، نادي الصوم عندنا بالكويت، وكان اللي يترجم واحد مشهور عندكم في السعودية أظن في الرياض، من أشهر مترجمي لغة الإشارة، ترى هذا فن مو أي واحد يجيده. وكان واقف عندي جزاه الله خير واحد ملتزم شاب، كان واقف عندي وهو يشرح، تخيل 150 ما حد يطالعني، شبو فيني يطالعوني، يطالعون المترجم صح ولا لا؟ ترى الوضع غريب، أنا لو كلكم تطالعون ذاك الصوب يضيق خلقي. زين أنا قاعد أكلمكم يا جماعة ما حد يطالعني، لكن لازم تتأقلم مع الصم والبكم، تتأقلم ما حد يشوفك، يشوفون المترجم طبعا ما حد يسمع، فقط إشارة. تدرون شنو الغريب؟ الغريب أني وأنا أرتل الآية عيونهم تدمع.